اهلا وسهلا فيكم في قناة A and Y Games. ياي اليوم بدي اروح على السيرك، انا كتير متحمسة، انا كتير بحب السيرك، وهلأ بدنا نروح على السيرك الكتروني. يا ترى شو يعني السيرك الكتروني ديجيتال سيرك؟ هيها هيها المهرجة اسمها بومني. يا ما عملت حركة، هاي مش حركة بهلوانية، هاي حركة ترحيبية. اهلا وسهلا فيكم في السيرك، هذا هو عالمنا وكل اشي هون هو مثالي. انا بتمنى انكم تستمتعوا. يلا خلينا نبدأ. اول اشي انا جهزت لكم العاب، فتشوا على الالعاب في المكان، هو في 5 العاب روبلوكسية، يلا فتشوا عليها وبالتوفيق. عينها ليش هيك؟ ما بعرف، هي لطيفة بس شكلها كأنها زعلانة او معصبة. انت لعبة روبلوكسية؟ لا مش انت، بس شكلك كتير روبلوكسي. هيها لازم ألعب تكون بكرتونة. واو ألعاب جديدة، فكرت ألعاب مرمية في المكان، ممتاز. واو لقوا الألعاب بسرعة، ما لقيت غير لعبة واحدة. تعالوا اقعدوا على الكراسي عشان ترتاحوا. اوكي مع ان احنا مش تعبانين، بس زي ما بدك، شكله الكراسي هاي مريحة. يلا هلأ شو حابين تعملوا بالفقرة الثانية؟ انا رح اخليكم تختاروا، بتقدروا تختاروا انكم تلعبوا كرة قدم او تلعبوا مغامرة سيركية. مغامرة سيركية؟ اكيد مغامرة سيركية، كرة القدم كتير مملة. لازم نصوت؟ طيب انا رح اختار مغامرة سيركية، يمكن نشوف قرود واشياء بتتشقلب او نشوف عرض ممتع. اوكي الكل اختار المغامرة السيركية. والله حلو، ما حدا بحب كرة القدم زيي. يلا نروح. ايش هتكون هي؟ انا كتير متحمسة. شو هاد؟ لافا؟ هذا هو المغامرة السيركية، احنا الاراجوزات تعود السيرك؟ لا انا فكرت حقعد على كراسي واكل بوب كورن واتفرج، كتير بايخ وما بدي. بنقدر نلعب كرة قدم لو سمحتي؟ غيرنا رأينا. يلا انطلقوا وما توقعوا في اللافا. يا ربي شو هاد التعذيب. اوكي بس على الاقل النطاط شوي سهلة. في بنت رحت الحرق. اوكي ما ماتت. انا عملت لكم هوت شوكليت عشان تسترخوا، اكيد تعبتوا بعد المغامرة السيركية. واو هوت شوكليت جواه مارشميلو، هذا اروع اشي في الشتاء. ياهي كتير بحبه. دقيقة بس مش عارفة كيف اخده، كيف اخده؟ ادعى الصلاة. اخدته. واو انا كتير بحبه، شكرا. عن جد خلينا ننسى اللي صار لنا في المغامرة السيركية. بدي اقعد واسترخي واشربه. اتأخر الوقت، اجا وقت النوم، يلا كلكم روحوا عشان تناموا. ليه لسه ما لعبنا؟ شو هذا المكان اللي رح ننام فيه؟ يا الله كتير بشع، كأنه سجن. بس خلص رح انام. كيف غطست تحت الحرام؟ انا كتير رعسانة. شو هذا الصوت؟ شو هاي الموسيقى الغريبة؟ مين عم بتطلع هاي الموسيقى؟ مش وقت العزف والمواهب اخر الليل، خلص بدي انام. يا الله لما نمت هيك يطلع اصوات غريبة. بوني؟ هاي هي البومني المهرجة عم تعزف بالليل؟ لا شو هذا المهرج المرعب اللي زي العنكبوت؟ وليش هيك شكله كتير معصب؟ شو هاد؟ شو بده منا؟ انتو الي، وهلأ بدي العب فيكم، تعالوا يا العابي. ايش؟ ايش الك والعابك؟ لا لازم نهرب. انا ما بدي اضل بهاي الغرفة الضيقة، بس مش عارفة اذا اطلع هون. شو هاد؟ ما في مكان كتير للهروب. يا الله عم بلحقنا، رح يحاول يموتنا، مالها هاي البنت طارت. انا مش عارفة اذا هيك صح اهرب في هذا الممر الغبي، بس خايفة ادخل على الغرفة ويحشرني فيها ويهجم علي، شكله كتير بخوف. في واحد مطلع الهوت شوكليت تاعه على امل انه ينقذه. الحمد لله ما اكلني، بس حسيت بالغباء، حسيت حالي رحت عنده. اضل واقف. يا الله هذا كتير مأكول، رح تموت. اكلك اكل، وشكله الهوت شوكليت هذا ما اله مفعول ابدا. واخيرا راح. هيا اجت هاي بومني. يا بومني يا ما بعرف شو اسمك يا مهرجة، انا اسفين بقولك مهرجة، بس اسمعي في مهرج تاني زيك كتير مرعب وشكل سبايدر حاول يذبحنا. شو هذا الهبل؟ خيالكم كتير واسع، ما في مهرجين شكل السبايدر، مستحيل يكون حقيقي. يلا ناموا الساعة 3 الفجر. يا ربي خلتنا نرجع ننام وما صدقتنا. صباح الخير يا أولاد، بدي اياكم تساعدوني وتضووا الشجرة. يلا أي شجرة؟
لا طيب ادويها انتي. اوكي لازم نضوي الضواوي على الشجرة. وهلأ بدي منكم انكم تطلعوا الزبالة. شو؟ اليوم بس بدها يانا نضل نشتغل، يعني ما خلصنا نضوي الشجرة وهلأ لازم نطلع الزبالة؟ طب وين الزبالة؟ انا مش عارفة وين بتحطوها، على الباب؟ مش شايفة الزبالة. وين الزبالة؟ لازم نطلعها. هي هناك لقيتها. طيب رح اطلع الزبالة. شكرا يا بوني لانك عمالك تعبينا وبس عمالنا نشتغل. هاي طلعت الزبالة. وبعدين شو؟ انتو بتستاهلوا تتكافئوا. رح اروح اشتري لكم حلويات. واو عن جد شكرا، واخيرا اشي حلو. استنوني هون عبل ما اروح اشتري الحلويات واجي. اوكي يلا بسرعة اركضي. مالك مالك واقفة؟ بسرعة اسرعي. يلا اسرع من هيك. اجي معاكي. طيب انقي الحلويات اللي بدي اياها، بركي ذوقك مش لذيذ تجيبي لي هذا الاشي، الاشياء اللي ما بحبها. طلعت. طيب ايش هنقعد نعمل هلا وهي مش موجودة؟ هذا الباب بتاع القبو ما عمرنا فتحناه ولا بنعرف شو فيه. خلينا نفتح ونشوف شو فيه. اوكي يلا خلينا نستكشف المكان قبل ما تيجي. يا الله هذا القبو خربان وكله مي. لا لازم نهرب بسرعة لانه هاي المي رح تغرقنا. يا ربي يا ريتنا ما دخلنا هذا القبو الغبي، لو ضلينا في الغرفة اللي فوق احسن. وشو هاد؟ لافا؟ لا لافا وليزر مع بعض كتير صعب. يا الله شكلها كتير بخوف، انا مش عارفة كيف بدي انط. يا الله اتغبت وغطست بس من المنظر. واخيرا رجعت. بس ايش هذا الباب سكر؟ شو هذا الموجود هناك اخر الممر؟ كأنه هذا نفسه المهرج اللي هجم علينا. يا الله شوف شكله بشبهه، بس هذاك كان طالع منه اشياء زي السبايدر، وهذا بس شكله شرير لا يوحي ابدا انه مهرج طيب. انت شرير ولا طيب؟ ابتسامتك مخيفة. ايش انت؟ استني يا بنت لا تخبطي على راسه، خلينا نعرف اول. انا قلت لكم انه انا رح اخذكم الي. يلا خلينا نلعب. هو 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 طلع. هو هو ما بدي العب معك. ايش هتعمل فينا؟ انا خايفة. يا الله عم بطلع اشياء بتنزل من السماء. ايش هدول الاشياء؟ ايش هاد؟ انا وقفت عليه بس ما طلع هذا الاشي. اهربوا اهربوا. يا الله البنات كانوا رح يموتوا. بعدين ايش هو لازم نعمل؟ لازم نضربه لما يكون مغمى عليه. خد خد خد. يلا واو بيموت بسرعة، ولا لانه احنا ثلاثة حساه هيك رح يموت بسرعة. صحي صحي صحي، حسدته حسدته. استنى لا تهج. ايش هذا اللي نزل على راسي؟ ايش اللافا؟ مش لافا، اشي اصفر. يا عم اتخيل اشياء مقززة، حاسة انه هذا النونو بتاعه اصفر لانه مش لافا. وايش هو رح يكون؟ يعني اشي لونه اصفر سائل، ايش رح يكون؟ خد 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 على راسك. ياي واخيرا مات. يا حرام شكله بيحزن. كيف احنا ربطناك؟ احنا ما ربطناك، ليش عمل هاي الحركة؟ شكلك بيحزن. انتو كتير اقوياء، انتو ثلاثة هجمتوا علي زي المتوحشات، ما توقعتكم هيك. ارجوكم خلوني اروح وانا ما رح اذيكم، انا كل اللي كان بدي اياني العب معاكم. شو نعمل؟ نخليه يروح؟ شكله بيحزن. نخليه يروح ولا نتصل بالبوليس؟ انا اخترت ان نتصل بالبوليس، انا مش مرتاحة لوضع المهرجين ولملمة الزبالة وتظبيط الشجر ولا اشي، حسها بتشغلنا اشغال شاقة والغرفة اللي نيمتنا فيها مش منيحة. شو؟ لا البنات اختاروا انه ما يتصلوا في الشرطة ويسمحوا. بتوثقوا بمهرج يا اغبياء؟ لا انا ما وثقت فيك، هدول بنتين الغبيات هم اللي وثقوا فيك. انا اخترت انا نطلب لك الشرطة. لا البنات سامحوا. رح نوقع. واو البنت اللي هناك ما وقعت، ظلت واقفة على الكرسي. انا رح ارجع وبدي اطلب للشرطة هاي المرة. هلأ بدي اختار ان نلعب كرة القدم لانه المغامرة السركية كتير بشعة كانت. بدي اشوف كرة القدم هل فيها لافا واشياء خطيرة ولا هي لعبة مسلية. اختارنا كلنا ان نلعب كرة القدم. شكل كل المعاي في اللعبة هاي المرة ولاد مش بنات. ما بعرف هذا المخلوق الزهري اللي جنبي ولد ولا بنت. مثل ما توقعت اغلبهم ولاد. يلا يلا نروح نلعب كرة قدم بلا سيرك بلا هم. ياي ملعب كرة قدم طبيعي ما في لافا، كان لازم من اول اني اختار نلعب كرة القدم. خلص يا بوني اسكتي دخليني على الملعب، ما بدها كتر كلام. يلا اختاروا فريقكم وابدأوا باللعبة. طيب وين اللعبة؟ ياي وهو وهو
استنى استنى أشوط، استنى، ياي ياي. إحنا إيش هذا الفريق؟ أنا الفريق الأخضر، طب وين الملعب تاعي؟ مش عارفة، أنا مش مركزة بالمرة. وين الملعب؟ حس حالي عم بلعب بغباء. أوكي هلا مبدئيا أنا استوعبت إن الفريق الأخضر هذا اللي هناك، الملعب الأحمر وملعبنا هناك. لا رح يشوطوا الكرة بملعبنا. استنى استنى استنى، لازم أحرس، لازم أحرس المرمى. ها الكرة هناك وأنا واقفة. استنوا، ما رح أسمح لكم أبدا إنكم تدخلوا جول علي. أوكي الحمد لله ما حدا قدر يدخل جول، دخلوا حالهم بس بالمرمى، بس الكرة ما دخلت. طيب هلا أنا رح أحاول إني أدخل جول عليهم بما إنه مرماهم فاضي، لازم أحاول. استنى أنت ليش لحقني بالعصاي؟ هاي المباراة ودية ولازم تكون روحك رياضية، ممنوع استخدام العصايات والضرب. استنى خليني أدخلها. ياي ياي دخلت جول، دخلت جول. لا خلصت المباراة بس حسيت إني دخلت جول. حسب معلوماتي بالكرة إنه لو خطينا الخط الهاد بنكون خلاص دخلنا جول. هعتبر حالي فزت في المباراة على الفريق الأحمر. هلا اجت لقطة اللافا وانا حابة اني اجربها، حسيت بالغباء كتير في المرة الماضية. عملوا زي، بطلت حاسة بالغباء كتير، انتحروا بالضبط نفس ما انتحرت، بس انا هاي المرة شوي مهيئة نفسي. الحمد لله هلا ما انتحرت. ياي شو هاد؟ شو هاد؟ ما في شي هون، وين لازم اروح؟ شو هاد؟ غبت للمرة الثانية ورجعت متت. كان لازم اضل واقفة على الاشي هداك المعلق، بعدين حيفتح من وراه هذا الباب، بس منظره كتير معلق يعني ما توقعت هيك. ايش هاد؟ لا الغباء، فرمت حالي بالباب، الباب نزل على راسي. يا مهرج انا كتير معصبة منك لاني متت 4 مرات بغباء، وهلا لازم انت تموت واطلب لك الشرطة. استنى يلا انا جاهزة لذبحك، انا وياك لحالنا حستفرد فيك، ما في بنات هبلات بحبوا المهرجين يحزنوا عليك. خد، تعرف شو أكتر إشي بخرب أعياد الميلاد؟ المهرجين الزنخين. أنا ما رح أسامحك أبداً ورح أطلب لك الشرطة. أرجوكي سامحيني. ما رح أسامحك، البوليس في طريقهم إنهم يقبضوا عليك واليوم رح تروح على السجن. يلا هلا رح ياخدوك البوليس. وين البوليس؟ مش شايفة أي شرطي. ياي وي ديد إت، وأنقذنا اليوم. أوكي أنقذنا اليوم يعني، والبوليس رح ياخدوه. رائع، احسنتم جميعا، ما في جميعا بس ضليت انا بس هيك. وهاي هي النهاية، المفروض انها تكون منيحة، ما شفنا الشرطة ولا شفنا لقطة القبض عليه، بس بنشوف حالنا بالنهاية السيئة واحنا بنندبح. بتمنى تكونوا تسليتوا، اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة واعملوا لي لايك، واشوفكم بفيديو تاني.